أكثر شخص اللي هي بتشي مرتضى واللي يجرحها هو أمه. ليش؟ يعني بسبب ظروفها الصحية، فهذا الشيء يذيني دائما. انصابت في سرطان بالغدد اللمفاوية حنجرتها، فعانيت هواي ورجعت الحمد لله والشكر، يعني شافت من مرضها ورجعت مرضت في مرض القلب والضغط والسكر، وكذلك والدي ضغط وسكر وقلب. فيعني مجرد بس هاي معاناتي في البيت يعني، لا أكثر. لكن الباقي الأشخاص لا، يعني أكثر شيء يهمني بهاي الدنيا هي أمي وأبوي فقط. والدي عارض بالبداية، والدي عارض أن أدخل ستار أكاديمي بسبب دوامي، قال لي يعني أنه تكمل، ما بقى لك سنة واحدة تخرج، وراها قدم على ستار أكاديمي وشنو اللي تريد تسوي. فقنعته، أنا ما أقدر يعني أنه أقدم على شيء أو أسافر يعني حتى من محافظة المحافظة إذا ما هم قابلين يلا. فقنعته أنه السنة الجاية من وراء ما أرجع من ستار أكاديمي أكمل دوامي وأتخرج، ووعدته بهذا الشيء والحمد لله رضى. ووالدتي لا، والدتي وياي شنو أقولها، يعني شيء يرضيني يرضيها. يعني كنت في الثاني متوسط، ما أذكر يعني ثاني متوسط يعني، وهي تمرضت وصرت يعني بالإعدادية وهي بعدها مريضة، فأثر هواي أثر. يعني كنت أدرس وأسمع أنه أمي مريضة ومرض خطير يعني بين الحياة والموت، فأكيد يعني كنت منعزل حتى بالدوام، فدائما أخلص الليل أنه أبكي وهواي أمور. هي حيرة يعني بين مرتاح وبين ما مرتاح. يمكن أكون بغير بلد مرتاح وسعيد إذا كانت عائلتي وياي، وما مرتاح أكيد بغير بلد إذا كانوا عائلتي وياي. يعني الوضع يسوء، ما أعرف، الوضع الأمني الوضع الاقتصادي يسوء إلى أبعد الحدود.